قضايا مفروغ عايزينها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله، برحب بكل الساده مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. هنعمل النهارده زي ما اتفقنا هو الاكل الصحي اللي احنا نقدر نعمله عندنا في البيت، دهون قليله، سعرات حراريه قليله، نعرف نحط فيه خضار كتير، ده اهم حاجه في الموضوع. هنتكلم النهارده هيبقى في الاكل فيه، هيبقى فيه البروتين، هيبقى فيه كل حاجه الجسم محتاجها. فالنهارده هو هنعمل برضو الحلويات، هنعملها بشكل صحي وجميل. عندنا ام علي برضو هنعملها بشكل صحي. ام علي ها، هنعملها بشكل ايه؟ بشكل صحي ان شاء الله، واوريها لكم طبعا عامله ازاي. هستنى اي اسئله واي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، 1710 من اي تليفون محمول، 0900 917 من اي رقم ارضي. طيب خلينا نشوف ازاي هنقدر نعمل النهارده اول اكلاتنا النهارده بالخرشوف. خرشوف طبعا زي ما انتم عارفين، يعني هننزل لكم اصلا باذن الله الاعداد هيجهز لنا الفوائد الخاصه بالخرشوف لوحده، ثمره محترمه جدا جدا جدا. نجيب منها القلب، او لو عندك اللي هي موجوده في اي سوبر ماركت اللي هي في الفريزر ممكن نجيبها ونحل منها التبريد تماما ونبدا اللي احنا نشتغل بيها. لو هتجيبيه طازه طبعا بتجيبيه وتحطيه في ميه وخل وليمون، وبعد كده بتاخديها وتحطيها في ميه سخنه، وبعد كده ما تطلعيها وتحطي عليها شويه ملح، تطلعيها وتحطها في ميه بتلج وتفرزيها، وبعد كده بنطلع نشتغل بيها. طيب بعد كده عندي الحشوه بتاعها اللي هي اللحمه المفرومه، بحط ماده دهنيه قليله جدا، وبحط معاها بصلايه، حط معاها شويه من البهارات، حط بصلايه وطماطم وشويه الملح والفلفل. بعد كده هوت عندنا صوص البشاميل، عندي حليب خالي الدسم، هيتربط بسمنه؟ لا، بزبده؟ لا، هيتربط بزيت، زيت ودقيق، زيت ودقيق، ودقيق شوفان مطحون، تمام؟ ده دقيق شوفان ايه؟ مطحون، ده اللي هنورد بيه البشاميل. وعندي شويه من البهارات، نقدر نزود حاجه على ديت كده تخلي الطعم بتاعها حلو، ممكن نزود على فكره جبنه موتزاريلا نباتي عادي جدا، تخلي الحاجه طعمها حلو وفي نفس الوقت تديها الشكل الجميل وهي طالعه من الفرن. طيب عندنا الملفيه، ملفيه القمح، بنجيبه ونبدا اللي احنا نسويه عشان هنعمله لام علي. بحطه على درجه حراره كام؟ من غير ما يتخرم، من غير ما تخرميه خالص اهو. مش احنا الملفيه لازم يتخرم؟ لا لا خالص، مش لازم اللي احنا نجيب عندنا شوكه او اي حاجه ونبدا اللي احنا نعمله يعني نخرم بيه، مفيش مشكله خالص. احنا ممكن حضرتك اللي احنا ناخده كده اهوت بس على درجه حراره كام بقى؟ 170، طالما مش هتفتحيه. يلا هناخد الصاجين دول ونحط واحد هنا في الفرن، تمام، ونبدا نقفل عليه على درجه حراره 170، والتاني هنا برضو ان شاء الله نكمل التسويه بتاعته. ده اول حاجه عندنا. طيب بالنسبه للحمه المفرومه اللي انا بعصجها عندنا، حط عندي ماده دهنيه قليله جدا جدا، وبقوم حاطط عندي اللحمه المفرومه اللي هي الدسم فيها يبقى قليل. من افضل الحاجات طبعا انت لما تيجي تستخدميها وتشتغلي بيها هي الطاسات اللي ما تلزقش فيها الحاجه لو بنعمل اكل صحي، عشان كده احنا بنتكلم عن اطباق راك بنتكلم فيها اكتر من مره، اللي هي الحاجات اللي بتتحط فيها ينفع تتحط على النار وينفع يخش الفرن، لان مفيش اي حاجه تفاعليه بتحصل او اي حاجه بتتفاعل مع الطبق وبيطلع حاجات وحشه خالص. الطبق ده اصلا صحي، فنقدر نستخدمه كمان للاكلات الصحيه ديت، نرص فيه اللي احنا عايزينه، نعمل فيه اي كيك احنا عايزينه وندخله الفرن عادي جدا جدا، ونقدم فيه الحاجه كمان، والنقوشات اللي عليه دي كلها طبيعيه، عشان كده دي اللي بنستخدمه مرارا وتكرارا هنا في البرنامج، عشان هو فعلا بيقفل الخانه بتاعت الاكل الصحي تماما، هو بيظبط لي الدنيا قوي معايا كتسويه كمان وكاكل صحي. طيب تعالوا نشوف عندنا اللحمه، طبيعي طبعا اي نسبه دهون هتبقى فيها هتبدا تنزل، اقوم واخد عندي بصلايه مفرومه حاططها عليها،
بصله مفرومه ناعمه جدا. الاكل الصحي هو اسلوب حياه، اسلوب حياه اللي انت تعودي نفسك عليه. ما ينفعش تمشي على خطوه على سطر وتسيبي سطر بامانه، لا. برضه الشهاده اللي لازم عشان تشتغلي على اكل صحي لازم يبقى على طول، يبقى منظمه افطارك، يبقى منظمه غداك، يبقى منظمه العشاء بتاعك. اخرنا الساعه 7 7 ونص نكون واكلين اخر وجبه. اي حد يجوع بقى بالليل هي بقى تفاحه شغال، اناناس مثلا، برتقان، لكن ما ياكلش حاجه تانيه. فالفكره بس عشان الموضوع بيبقى هنا في مصر، احنا في اكلنا في مصر الاكل الشعبي بتاعنا او الاكل المصري دسم شويه. الرجاله بتبقى شقيانه طول النهار في الشغل، بيروحوا هيروحوا الساعه كام؟ على الساعه 8. ما هو دلوقتي ما شاء الله ربنا يديهم الصحه، الرجاله بيشتغلوا شغلانه واثنين وثلاثه، في ناس والله بتشتغل شغلانه واثنين وثلاثه. فبتروح هتروح على الساعه كام؟ 10. تيجي تقول له اصل مش هينفع الاكل الساعه، ما ينفعش. فكان الله في عونهم يعني، هما دول حاله خاصه، دول بيحرقوا طول النهار. تعالوا بقى نعمل ايه؟ اقوم واخد عندي الحليب الخالي الدسم ونبدا نحطه هنا في الحله بتاعتنا. زي ما انت شايف اهو، بصي الشفشة عامل ازاي؟ ابيض اهو. ده دليل اصلا ان الحليب ده ما فيهوش اي قشطه خالص، خالي الدسم. طيب. واللحمة المفرومة قدام حضرتك اهي، حطينا اللحمة الاول، نزلت الدهون بتاعتها اتحرقت، وبعد كده باقي عند اللحمة حطينا البصلاية المفرومة الناعمة، وبعد كده خدنا هنحط بقية البهارات بتاعتنا والطماطم اللي احنا نبدأ نقطعها. مدام نادية، الو، دونك صلاه النبي، صلاه النبي عليك. 2 مليون 2 مليون 2 مليون عقبال ال 5 مليون. ربنا يحفظك يا ست الكل، الف مبروك يا محمد، انت تستاهل كل خير يا حبيبي. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. عامل ايه؟ تسلم ايدك، ده انت مش عارف تعمل ايه عشان ترضى جمهورك ربنا. اللي في كل العالم يا محمد. ربنا يحفظك يا ست ناديه، يا رب. ما شاء الله عليك يا ابني، وربنا يحفظك دايما، ربنا يخليك في العالي زي ما انت بتقول، ده شغل عالي صح يا محمد. ربنا يخليك لينا يا ست ناديه، كل عالي، حلويات او طبخ او اي حاجه بتعملها يا محمد، يا ست ربنا. ومعلوماتك القيمه ان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا محمد. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. طبعا ببعت تحيه لماما واقول لها يعني حضرتك احسنتي التربيه مع محمد اللي هو كل العالم معجب بيه والله. ربنا يخليك يا ست الكل. ولادك ربنا يبارك لك فيهم ويبارك لك في معانس يا رب. اللهم وبحيي كل كاست البرنامج ومخرجنا، صباح الفل عليكم جميعا. صباح الفل يا ست الكل، صباح الفل يا ست ناديه، ربنا يكرمك يا رب ويخليك لينا يا رب. تسلمي، مع السلامه يا ست ناديه، وشكرا لحضرتك جدا وعلى المباركه بتاعتك. وانا بشكر كل الناس اللي متابعينا على الصفحه، صفحتي على الفيسبوك. الحمد لله رب العالمين، يعني النهارده الحمد لله احنا كنا بادئين فيها متاخر قوي السوشيال ميديا، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا بيوفق. بقى لنا 8 شهور شغالين على الصفحه الحمد لله، بننزل فيديوهات، بننزل وصفات الناس تقدر تستفاد منها. ربنا سبحانه وتعالى العالم اللي الواحد بيعملها ديت حاجه بتبقى للناس وتستفاد منها، من فيديوهات من وصفات. فالحمد لله النهارده او امبارح تمينا ال 2 مليون متابع. اشكركم جدا 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 على الثقه الغاليه اللي انتوا بتدوها لي والله. طماطم مفرومه الملفي شغال زي الفل، شويه ايه ملح، ادي الفلفل الاسمر، وادي شويه الملح صغيرين تمام، وعندنا شويه من البهارات. وقلب اللحمه، بص اللحمه مرمله ازاي؟ مرمله ليه بقى؟ لان احنا حطيناها سوينا الاول في طاسه زي ما اتفقنا ما تلزقش فيها الحاجه. تاني حاجه حطينا البصل
وبعد كده حطينا الطماطم الملح الفلفل والبهارات، عصجنا اللحمه بشكل صحي جدا قدام حضرتك اهي. بص الترميله بتاعتها عامله ازاي. طيب عندي هنا بعد كده الايه الحليب اللي احنا بنبدا نشتغل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا عم جمال بقوم حاطط هنا المعلقتين اتنين الدقيق زي ما اتفقنا، الشوفان المطحون، وبعد كده بقوم حاطط عندي معلقتين اتنين من زيت الذره ونقلب. كل ده مع بعضه مع سنه بسيطه جدا من جوزه الطيب. ده عامل الربط. استاذه سمر. سمره؟ ده سمارة. ايوه انا سمارة. ايوه يا اهلا 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 يا فندم، ازاي حضرتك؟ صباح الخير عليك. صباح النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ انا بعد ما مدام نادية قالته مش هقدر اقول اكتر من كده. يا ست ربنا يكرمك والله. يا ربنا يخليكوا ليا يا رب. الله يخليك وتسلم لي يا رب. ما نمشي منكم ابدا. ربنا يحفظك يا ست الكل. الله يخليك، ربنا يديك الصحة ويدينا يا رب. الله يخليك. اللهم امين يا رب. الأذى والوباء يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، ربنا يكرمك يا ست الكل، اشكرك يا ست سمارة. لو ليك أي سؤال تحت أمرك. شكرا شكرا لحضرتك جدا. مشاعركم الطيبة ديت على دماغي من فوق والله، وكلامكم الجميل ده بيبقى وسامة على صدر الواحد، ومش عشان احنا واقفين هوا. قد إيه الكلام ده فعلا بيبسطنا جدا جدا وبيخلينا أسعد ناس في الدنيا. بوجودكوا جنبي. هعمل قاعدة للخرشوف اللي احنا سلقناه. تمام، بصي القاعدة البسيطة ديت بالسكينة كده من تحت. لما الفوائد تجهز بتاع الخرشوف يا جمال ننزلها. لما تجهز ننزلها. لو مش جاهزة نخليها في السيجمنت اللي جاي إن شاء الله. اهي تمام. استاذ جمال، استاذ جمال ماشي تحت امرك. استاذ جمال انا قلت لهم بلغوني بعد كده المخرج اللي هيجي يشتغل معايا لازم نعرف اسمه الاول. وقعت اهي والله يا ما ينفعش يعني. لا سيب دي زي ما هي خلاص كده. تعالى بقى يا باشا يا استاذنا المحترم يا ابني الناس الكويسة. تعالى بنعمل ايه بقى؟ نجيب عندنا البايركس ده، نبدأ ايه نحشي اللحمة المفرومة بالخرشوف زي ما حضرتك كده شايفة. بص وهي موجودة كده في الطاسة، نكبسها عشان تاخد ايه حشو محترم. اهي كده اهو تمام، ونحطها ايه جنب بعض. ليه بعملها بالحركه ديت؟ افضل 100 مره من معلقه، دي بتاخد حشو كتير. لان انت تكبسيها وبص الشكل بتاعها بيبقى طالع عامل ازاي؟ اهو. بعد كده عندي الحليب عندي بيغلي ايه؟ عندي على النار، صح كده؟ نقوم واخدين عندنا عامل الربط اللي عندي. راحت فين؟ طيب، ادي عامل الربط الدقيق وايه والزيت. نقلبهم كويس جدا مع جوزة الطيب. بالمناسبة بقى في ملح دايت موجود في السوق تقدري تسألي عليه وتلاقيه. شوية ملح. نقوم نزل عندنا بالدقيق والزيت وجوزة الطيب ونايه ونقلب لحد ما يبدأ يربط معايا كويس جدا الصوص البشاميل بتاعنا. ونقلب نقلب نقلب لحد ما يبدأ يربط ونكمل مع بعض صينية الخرشوف باللحمة المفرومة. تمام كده. بعد ما يخلص بقى الخرشوف باللحمة المفرومة ده نحط عليه الصوص بعد ما يتقل، نحط عليه الجبنة وندخل عندنا الفرن. تعال نبص بص قبل ما نطلع فاصل نبص على الملفي. بص شغال عامل ازاي، مزيكا ولا نيجي ناحيته خالص. سيبيه براحته خالص لحد بصي اهو، سيبيه براحته خالص لحد ما يبدا ينشف معاكي. مش هيعمل فطير خلي بالك طالما عاملاه على درجه حراره قليله. تمام
طيب خلينا ناخد فاصل. ادي الصوص ما شاء الله، بصي بدأ يربط اهوت اهو، ده اللي هو ايه، اللي هو الحليب اللي احنا حطيناه خالي الدسم والدقيق والزيت وجوزة الطيب وسنة ملح بسيطة. ناخد فاصل وبعد الفاصل نواصل. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. بنعمل دلوقتي الاكل الصحي، الاكل البسيط اللي فوائده عاليه جدا. النهارده بنعمل الخرشوب باللحمه المفرومه بالبشاميل اللي هو ايه الصوص بتاعه بالحليب الخالي الدسم. بص الشكل البايركس عامل ازاي، اللحمه المفرومه مستويه ازاي، الدهون اللي فيها قليله، يعني تعمل 10% مثلا 90% اللحمه. وعندنا ادي الصوص بتاعنا قدام حضراتكم اللي واخد جوزه الطيب، نبدا اللي احنا ايه ناخده كده اهوت ونجلس بيه الخرشوف بتاعنا. الصوص ده اتعمل ازاي حضراتكم؟ ده حليب خالي الدسم حط على النار، حطينا دقيق مع زيت مع جوزة الطيب، وبدأنا حضراتكم اللي احنا ناخدهم ونحطهم على الحليب بعد ما سخن معايا. قلبنا الدقيق كويس مع الزيت، وبعد كده هو خدناهم ونبدأ نجلس بيهم كده هو الخرشوفة بتاعتنا الجميلة. تمام، قلنا زي ما اتفقنا طبق راك، طبق صحي جدا. فبنقوم واخدين حضراتكم عندنا كده اهو الطبق الجميل ده، ويتقدم فيه بالشكل اللي حضراتكم ده شايفينه. يا استاذه رغده. الو استاذ محمد. ايوه ازيك يا استاذه رغده؟ الحمد لله، ازي الحال؟ الحمد لله بخير، الله يعزك يا رب. أنا بحبك قوي. ربنا يحفظك يا أستاذة رغدة، تسلمي. وبتابعك كل يوم. على دماغي والله، يا رب يكونوا مستفيدة بس من البرنامج. والله بعمل كل الصوت. ما شاء الله ما شاء الله، كل حاجة بتطلع مظبوطة؟ أيوة. طيب الحمد لله، أمريني. كنت عاوز أسألك. أيوة. السمك بيلزق مننا في الطاسة. الإيه؟ السمك بيلزق. بيلزق فين بقى؟ في الطاسة في الهوك. حلو، انت بتعملي ازاي؟ بتحمريه ولا بتعملي في ايه؟ حاجة بحطه في الدقيق وبعد كده بحمره. عارفة ايه؟ من غير ما اعرف كده الزيت قليل. والله بحط كتير. ايوه لا الزيت قليل، ما هو الطاسة مش موضوع كبير. طاسة بسرعة يا جماعة، ووك اهي. بص يا أستاذة، حضرتك لو جبت ووك زي ده غويط وحطيتي فيه زيت لحد هنا قبل يعني التلات ارباع وسخنتيه اذا حطيتي فيه السمك، عمر السمك ما يلزق في الطاسه نهائي، مستحيل. لكن انت تلاقي بتجيبي طاسه اللي هي الفلات، تمام، اللي هي السمك بتاعها بيبقى 5 سنتي وبتحطي بيها الزيت، والزيت بيبقى قليل فالسمكه بتلزق فين على طول في الطاسه. بس هي ده الحوار والله. تعالى نعمل شويه شوربه فريك محترمين. برضو الفريك له فوائد كتير جدا، وعندنا الفوائد الخرشوف ان شاء الله هنزلها، بس ايه هناخد دلوقتي لما نعمل الشوربه الاول. عندي زيت زيتون، لحمه عصافيري، نشوح الله يا عيني، ونقوم حاطين عليها البصلايه المفرومه الناعمه، بص اللحمة عاملة ازاي؟ اهي اهي دي الايه؟ اللحمة مع البصلاية. أنا بعمل شوربة فريك بلحمة فيليه، لو عندك قطعة فيليه صغيرة تقطعها مكعبات وبنعمل منها أحلى شوية شوربة. حلو الكلام. تعالوا بقى على ما إيه تتشوح مع بعض، ناخد شوية جبنة موتزاريلا أهي. أي حد يشوف يقول لك إزاي ده أكل صحي؟ لا والله صحي جدا جدا، ما فيهوش أي مشكلة وما بنضحكش عليكم. هو شويه الجبنه لو مش عايزه تحطيها مفيش مشكله، انت ممكن تدخلي كده في الفرن.
ادي الفوائد الخرشوف قدام حضراتكم اهو. مصدر غني بمضادات الأكسدة ومنع السرطان، يساعد في التخلص من السموم بالكبد، يحمي من الأمراض القلبية الوعائية، يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف ويساعد في فقدان الوزن. ونحط تحت فقدان الوزن ديت مليون خط، لأن هو فعلا بيساعد على فقدان الوزن. نقدر على فكرة نستخدمه لأي، يعني اللي بيمشي على نظام غذائي صحي وعايز يفقد الوزن يستخدمه في سلطات، يستخدمه في أي حاجات كتير جدا. يمنع وبيظبط مرض السكر، يعني بيظبط مستوى السكر في الدم، علاج فقر الدم ونقص الحديد. على فكره ده دي منظمه الصحه العالميه اللي قايله كده، مش البرنامج اللي قايل كده. يمنع الجلد اهو، يمنح الجلد نعومه ونضاره، يعمل على تحسين وظائف الدماغ، يقوي العظام ويعزز صحه المراره. تمام كده، ده بالنسبه لفوائد الخرشوف قدام حضراتكم، جميله جدا جدا. وانا بصراحه في حاجات كتيره، اول لما بخش اقول لما اقول حلقات صحيه اول حاجه بتيجي في دماغي هي الخرشوف على طول. زي ما قدام حضراتكم كده شايفين، حطينا شويه الجبنه عليهم وظبطنا الاداء تمام التمام. وهنا هوت بقى هقوم واخد عندي الملفيه اللي احنا مدخلينه الفرن قبل ما ابدا اشتغل، دخلناه الفرن. بص بقى عامل ازاي، الله عليك. ونقوم واخدين عندنا الخرشوف يا عمو جمل بطبق راك والطبق البايركس ده، ونبدا ندخل الفرن. ده الملفي، بص قدام حضرتك اهوت، اللي هنعمل بيه ام علي، اللي هو معمول بدهون قليله ومعمول بدقيق القمح. تعالوا ناخد عندنا اهوت، ادي الطبق راك وادي البايركس، نحط عندنا في الفرن يكمل التسويه بتاعته. نرجع هنا لاحلى شوربه فريك في الدنيا، اللحمه مش هتاخد تسويه، لان انا واخدها بصراحه من قطعه لحمه الفيليه، فمش هتاخد تسويه معايا خالص. نقوم عاملين عليها ايه بقى؟ نقوم جايبين عليها شويه من الفريك اللي انا نقعه، غسلته كويس جدا ونقعناه لمدة ربع ساعة، وبعد كده بعد ما نقعناها صفيناها كويس جدا، ونبدأ نحطها مع اللحمة وزيت الزيتون والبصل، وشوح سعادة الباشا كل ده مع بعضه. اللي عايز زي ما اتفقنا يشتغل أكل صحي هيشتغل أكل صحي، الموضوع مش صعب، الموضوع سهل، شوية بس خامات هتتغير عندك في البيت هتخش على طول في السكة ديت، واحدة واحدة، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة يعني. شوحنا عندنا كويس جدا الفريك، نقوم واخدين عندنا بشرة طماطماية نقوم حاطينه عليها. وشوح كل ده مع بعضه. وبعد كده اهوت بقوم واخد عندي معلقة صلصة طماطم صغيرة حاطينها مع شوربة الفريك. يبقى النهاردة بنشتغل في مجموعة الأكلات الصحية اللي الناس طلبوها مننا. فعملنا أول حاجة الخرشوف عندنا باللحمة المفرومة، واتكلمنا عن فوائد الخرشوف وقلنا قد إيه هي حاجة صحية جدا. بعد كده بنشتغل عندنا في شوية من شوربة الفريك وبنعملها قدام حضراتكم. أحط عندي شوية كمون صغيرين، سنة بسيطة جدا من الحبهان البودرة، وبعد كده بقوم حاطط عندي ملح مش كتير، وبنقولها مرارا وتكرارا ابعدي عن كل ما هو ابيض وقربي من كل ما هو ايه اخضر. وبعد كده بقوم حاطط عندي الشوربة بتاعتنا الجميلة، ونسيبهم مع بعض كلهم يغلوا عندي على النار لحد ما يبدأ الفريك يستوي مع اللحمة اللي أنا حاططها. بسم الله الرحمن الرحيم، قدام حضراتكم اهيت شوية شوربة فريك محترمين جدا جدا جدا. تمام، يبقى نقول احنا عملنا ايه بسرعة في الشوربة، عايزة بس شوية مية كمان هنشرحها قبل ما هنطلع فاصل. حطها تمام التمام، ونديها بقى التقليبة الجميلة،
ونشرحها بسرعه احنا عملناها ازاي. احنا جبنا الفريك نص كيلو او ربع كيلو، وبعد كده خدناهم ونقعناهم في ميه. بعد ما نقعناهم غسلناهم الاول كذا مره، بعد ما نقعته ربع ساعه صفيته. بعد كده حطينا لحمه عصافير صغيره، سواء مثلا ممكن تجيب انتركوت مفيش مشكله، ممكن تجيب قطعه فيليه وتقطعها مكعبات، عندك عرق قطعيه حته صغيره منه قطعيها مكعبات واللي فيها كويس جدا على النار مع بصلايه مفرومه. بعد كده حطينا الفريك، بعد ما حطينا الفريك المنقوع والمغسول حطينا طماطم مبشوره، بعد كده شويه ملح، حطينا شويه كمون، شويه بسيطه جدا من الحبهان البودره، وشويه صلصه طماطم، وبعد كده حطينا الشوربه. بعد ما لفينا كل ده على النار لمده 5 دقائق، بنسيبها بقى لحد ما تبدا اللي هي تستوعب معايا، وبعد كده حضراتكم نطلعها ونبدا اللي احنا نقدمها. هناخد فاصل ان شاء الله، بعد الفاصل عندنا كيكه ان شاء الله عاملينها بالشوفان، بعد الفاصل نشوفها. طيب ورجعنا تاني بعد الفاصل، خلينا نشوف عندنا الخرشوف بتاعنا الجميل قوي ما شاء الله طلع قدام حضراتكم اهوت زي ما اتفقنا. خرشوف معمول مسلوق، بعد كده خد اللحمه المفرومه المتعصجه، بعد كده خد الصوص الابيض اهوت الدايت اللي قدام حضرتكم، ده الشكل النهائي بتاعه. تعال نطلع بالطبق الجميل الشيك، طبق راك. عندهم خدمة توصيل للمنازل، بيوصلوا الطبق ده لحد البيت. خش على الصفحة بتاعتهم، صفحة برايتز هاوس، بيوصلوا الطبق ده لحد باب البيت. وعندك الأطقم ديت بقى، عندك تشكيلة كبيرة جدا جدا من الأطقم اللي انت ممكن تشوفيها من الطبق ده. بص حضرتك اهو، شفت اللمعة بقى اللي بتكلم عليها للطبق ده؟ لو مش معمول بشكل زي ما اتفقنا، الحاجه ما فيهوش اي حاجه كيميائيه محطوطه في النقشه اللي موجوده عليها ديت، صدقيني اللمعه دي مش هتلاقيها موجوده اول لما يطلع من الفرن. مفيش اي حاجه بتتفاعل مع الطبق خالص، فالاكله صحيه وجميله وما فيهاش اي مشكله. طيب خلينا نشوف عندنا شوربه الفريك اللي احنا عاملينها ما شاء الله. بص عامله ازاي، شويه شوربه بجد ريحتهم والله حلو قوي قوي. بص الريحه عامله ازاي، اللحمه جواها والفريك والبصلاية والطماطم، ألف هنا وشفا. يلا نعمل عندنا كيكة الايه الشوفان. طبعا الشوفان لوحده في الكيك عمره ما هيظبط، بس خلينا نكون متفقين، الشوفان لوحده في الكيك عمره ما هيظبط، مش هتلاقي الكيك لا أعمدة، هتطلع مكتومة جدا وهتطلع هبطانة، لأن هتطلع تقوم في الفرن وبعد كده تقوم هبطانة مش هتلاقي فيها أي حاجة. طيب امال ايه اللي يثبتها؟ عندك حلين، لا اما تحطي، انا بعمل اكل ايه صحي مش اكل دايت، في فرق كبير قوي يا جماعه وفرق شاسع. لو انا هشتغل بدقيق الشوفان ممكن احط لا اما كوبايه من الدقيق الابيض او كوبايه من دقيق القمح او كوبايه من دقيق القمح، يبقى عندي 2 كوبايه من الدقيق وعندي 2 كوبايه من الشوفان، عندي نص كوبايه من السكر الدايت قدام حضرتك اهوت، نص كوبايه صغيره، يعني دي انا هاخد بس معلقتين او معلقتين ونص على الكيكه، معلقتين او معلقتين ونص، اكتر من كده بلاش لان بيعمل طعم مر، وانتوا عارفين اي سكر دايت بيبقى له افتر تيست بسيط قوي. تمام؟ 3 معالق من صغيره من البيكنج باودر، 3 معالق ممسوحين يعني، عندي معلقه صغيره من البيكنج سودا بيكربوناته يعني، رشه ملح، 2 عدد بيضه، وعندي 2 معلقه من الفانيليا السايله. عندي معلقه صغيره من القرفه البودره، عندي كوب حليب خالي الدسم، عندي نص كوبايه من زيت الذره، 4 حبه موز مهروس. يلا بينا يلا بينا. اول شيء بنقوم عاملينه، واخدين عندنا الكبه اللي عندنا ديت وحاطين فيها 2 كوبايه من الشوفان، وانا عامهم شويه معايا. وهو بينعم كده هبدا ان انا يعني هضيف الموز واحده واحده على الشوفان وهو شغال في الكبه، فاهمني ازاي؟
هنحط كام موزه بقى؟ هنحط 3 موزات بس عشان الموز ده كبير شويه. يلا. بعد كده بقوم ضايف، بعد كده بضيف عندي 2 عدد بيضة وهو شغال برضو في الكبة. بقوم حاطط عندي زيت الذرة قدام حضرتك اهو. تعالوا نبص يا باشا على الاخبار. بص عامله ازاي، شايفين المنظر؟ كل حاجه لسه موجوده، محطوطه فين؟ في الكبه. نقوم شايلينها ونقوم حاطين عندنا الحليب الخالق الدسم، ونقوم ايه مقفلينها ومكملين خفق. هنا بقى عم جمال بنقوم واخدين ايه بقى؟ واخدين عندنا الدقيق اللي هي الكوبايه من الدقيق، زي ما اتفقنا تقدري تشيلي الدقيق ده وتحط دقيق قمح. عندي بصي بقى كام معلقه من السكر الدايت زي ما اتفقنا، دي هيعادل لك نفس المعادله بتاعت السكر العادي. ادي 1، ادي 2.5، كفايه. متحطيش اكتر من كده. نقوم واخدين عندنا البيكنج باودر، بصي 3/4 باكو، سنه بسيطه جدا من البيكربوناتو. وبعد كده نقوم حاطين عندنا سنة قرفة بودرة، تمام؟ القرفة طبعا بتساعد على معدل الحرق جامد جدا. وبعد كده بقوم حاط عندي الفانيليا، بحطها هنا طبعا على الحاجة اللي موجودة هنا، شوية فانيليا سايلة. وبكده دي بس كمان واحدة. نقوم واخدين يا سعاده الباشا الكلام ده كله ورايحين فين؟ عندي على الخليط اللي موجود قدام حضراتكم ده. يا عيني هنزل ادي كيكه الشوفان الجميله والرهيبه والسهله قوي قوي والصحيه جدا. اقوم واخد عندي مضرب السلك ده هوت، واقوم مقلب الخليط ده كله مع بعضه. استاذه امال ازي حضرتك؟ اهلا استاذ محمد. ازي حضرتك يا استاذه امال، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. على فكره يا شيخ محمد، انا اول مره في حياتي اتكلم برنامج تلفزيون، انا بحبك والله. على دماغنا من فوق يا ست امال، ربنا يديك الصحه يا رب. انا مبسوطه قوي ان انا بكلمك والله، واحنا السعاده لينا والله. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك يا ست الكل. اشكرك شكرا جزيلا لحضرتك، ومأسفين جدا لو التليفون فصل، اسفين بجد والله. بجيب عندي فرشه واجيب عندي طبق راكل محترم اللي انا بكلمك فيه اللي هو الصحي. بقوم حاطط عندي فيه معلقه زيت صغيره، حلو الكلام، واقوم داهن بيه الطبق كويس جدا. واقوم واخد عندي الكيكه، بص الكيكه القوام بتاعها عامل ازاي، والله حلوه يا جماعه، يا رب تجربوها. بص عامله ازاي الكيكه، كيكه رهيبه ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم جدا. تعال نجيب طبق تاني عشان الكميه ما شاء الله كبيره. يا ام احمد معلش، تاني اتصل بينا تاني يا ام احمد. كلين كده اهوت. في حاجه في الفرن؟ لا مفيش. هجيب عندي الاسباتيولا ديت، ونقوم واخدين عندنا
الكيكه الثانيه اللي قدام حضرتك اللي احنا عاملينها ونقوم منزلينها. يبقى احنا شغالين بنعمل لكم اكلات صحيه جميله. تعالوا ايه نوزع الاثنين دول على الطبق بالظبط بحيث دي الكميه دي تبقى نفس الكميه دي. بس كده. ودي اللي احنا بنعملها دي كيكه الشوفان الصحيه والجميله، ونقدر الحاجات دي ان شاء الله ان انتوا تعملوها وتنفذوها عندكم في البيت تطلع معاكم حاجه محترمه قوي. هنقوم واخدينها كده اهو. ولاد حلال والله. طيب درجه حراره كام؟ فوق المتوسطه 170. نقوم واخدين عندنا ديت. مايله ولا كده مظبوطه يا جماعه؟ لا كده مظبوطه. الميل ده مهم قوي، لو مايله شويه هتلاقيها للاسف الكيكه هتميل معاكي. ونقفل يا سعاده الباشا لحد ما تكمل التسويه بتاعتها. طيب بعد ما تطلع معايا بتبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. الموز جواها انا كنت عاملها في صينيه صيديه. تمام؟ بعد ما تطلع معاكي بتبقى عندك بالشكل ده. بصي كيكه طريه وجميله جدا. طيب عاملين لها ديكور حلو؟ تعالوا نعمل لها ديكور حلو جدا. اجيب عندي سكر الدايت بتاعنا، واجيب عندي سكينه، وايه اللي هنا ده؟ تعالوا بقى نشوف عندنا دي الموز. بص يا سعاده الباشا كده، تعال ناخد عندنا. بص هنا يا ريس طاسه، عندك واحد بيعطس ربنا يستر. طيب هنجيب عندنا السكر الدايت، بصي والموز بنقوم حاطينه كده اهوت، ونقوم مكرملينه كده، ونقوم مكرملين اهو عشان نعمل ديكور محترم من فوق الايه؟ الكيكه. وبعد ما ياخد الكراميل بتاعته بنقوم واخدينه وحاطينه فين؟ على الكيكه من فوق. ده سكر ده سكر فعلا، سكر دايت والله. تمام؟ بالسكر عادي. تمام؟ وهو بيضا يكرمل اهوت. استاذه مي؟ استاذه مي؟ انا مي مش استاذه. اهلا يا مي، ازيك؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ والله انا بقول استاذه بقى، تطلعي كبيره تمام، تطلعي صغيره نقول يا مي. لا انا مي. اهلا وسهلا يا مي، ازيك؟ انا بحبك جدا يا شيخ. ربنا يخليك يا مي، تسلمي. تسلم ايدك على كل اللي بتعمله. الحمد لله، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. ربنا يجعلها بافاده يا رب. عايزه اعمل اهداء لماما. طبعا طبعا، اتفضلي. اسمها ايه؟ الو يا مي، وطي التلفزيون بس شويه يا مي. ملناش نصيب والله يا استاذه مي. طب معلش اتصلي بينا تاني يا مي واعملي الهداء. ومي بتبعت لمامتها احلى تحيه من هنا من برنامج المطعم. بص الكراميل عامل ازاي؟ نقوم واخدينها كده، حلو الكلام، ونبدا اللي احنا نرصها بالشكل ده كده من هنا على الكيكه بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. بعد ما عملنا لها الديكور بتاعتها هناخد فاصل، وبعد الفاصل نواصل.
ورجعنا تاني بعد الفاصل بنعمل دلوقتي ايه؟ الملفيه. تعالوا نشوف عندنا الملفيه. بصي اهو، تمسكي الواحده كده على طول تلاقيها كلها اتفرمت معاك. امسك واحده تانيه، بص ازاي اهي عامله ازاي اهي، شغل عالي، شغل فاخر من الاخر. بص تمسكي كده تلاقيها اتفرمت ليه؟ علشان درجه حراره هاديه. بصي اهي، طالما سبتيها على درجة حرارة هادية براحتها خالص. طب عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، هتلاقي ان في مكتوب عليه قليل الدهون ده تجيبيه، او القمح، الاتنين يشتغلوا معاكي برضو. بنشتغل النهارده في اكل صحي، اكل بسيط، اكل سهل، مش معقد، وفي نفس الوقت قيمته الغذائية عالية جدا. بنعمل حاجة مش بحرمكم من حاجات كتير، مش بقول لا هنحرمكم من حاجه، لا عندك شوربه محترمه تقدري تشربيها جميله بالفريك وباللحمه، عندك طبق خرشوف محترم بالبشاميل، ممكن نحط شويه جبنه موتزاريلا عليه يدوني الطعم والتيست، مش هيضره يعني، مش الجبنه ديت اللي هتضر معاكي، مش هي اللي هتعلي كل حاجه معاكي وهتعمل لك دهون، لا بس بنسبه قليله. عندك كيكه الشوفان اللي احنا عاملينها وعملناها بالموز وكرملنا الموز بسكر الدايت وحطينا فراوله كده من الجناب وعملناها بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. طيب تعالوا نعمل عندنا بقى الام علي، حطينا الملفيه زي ما اتفقنا، القمح او قليل الدهون حطيناه فين؟ في الفرن لحد ما استوى، وبعد كده حطينا حليب خالي الدسم مع معلقتين او ثلاث معالق من السكر الدايت، بلاش كتير اهو، حلو قوي كده. يا عم احمد ازيك؟ الحمد لله. الو، الحمد لله. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. احمد مين معايا؟ احمد مصطفى. ازيك يا احمد يا مصطفى، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. يا حبيبي عندك كام سنه؟ عندي 10. 10 سنين؟ اه. بتذاكر ولا ما بتذاكرش؟ بذاكر. عندك امتحانات ولا لا؟ اه. طيب ذاكرت ولا لا؟ استعديت للامتحان؟ لسه. مش عايزك تلعب كتير ها؟ مش عايزك تلعب كتير. لا. ماشي يا حبيبي، سلمني على اخواتك وبابا وماما. ماشي يا حبيبي، مع السلامة. لأن في نظام امتحانات كله مع بعضه في يوم واحد. فلازم الطفل يكون مستعد لحاجة زي كده. تعالوا ناخد عندنا الحليب بعد ما بدأ اللي هو يبرد معايا. مكسرات طبعا جميلة. ايه اكتر حاجه حلوه في المكسرات بقى؟ الكاجو، شويه صغيرين او سوداني. شويه بندق صغيرين وشويه زبيب صغيرين قوي، يعني حاجه لا توصف. بص شويه صغيرين. استاذة مريم، الو. ازيك يا شيف؟ ازيك يا استاذة مريم، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، تسلم ايدك والله. ربنا يخليك يا استاذه مريم، ده من ذوقك والله. الله يكرمك. الله يحفظك يا رب. لو سمحت يا شيف، بس كنت عايز اسال، الحمام لما باجي احشي رز بيبقى الو؟ ايوه ايوه سامعك. لا اسويه ولا بيبقى طري؟ الحمام الرز، الرز لما اجي احشيه طري ممكن تعملي، بص مستوي. عندك حلين، ممكن تعملي ني في ني، رز ني في ني، او حضرتك تاخدي الرزايه تحمريها في السمنه تبقى لونها ذهبي فاتح جدا، وبعد ما تبرد تحط عليها البصل المبشور والملح والفلفل ونعناع ناشف وشويه بهارات وتحشي بيها الحماميه دي، هيشتغل معاكي حلو وده هيشتغل معاكي حلو. شكرا شكرا يا استاذه مريم. نستنى بقى لحد ما يتشرب. ده ما فيهوش كريمه ها؟ ما فيهوش ايه؟ كريمه. ناس تقول لك لا لا احنا نفسنا في ام علي بس تقيله. خلاص عملت لك خفيفه، اعمليها بالملفيه القمح وبس، استني شويه. ما ينفعش ان انا اخدها دلوقتي وادخلها الفرن، هتاكلي ايه؟ هتقع عامل زي الجبس، هتاكلي حاجه تقيله قوي قوي. لكن انت المفروض تعملي ايه؟ تستني شويه وبعد كده ايه تقومي مديها شويه تانيين او معلقه صغيره تانيين. بص ازاي اهي، عشان تطلع معاكي مظبوطه. نروح فين نروح فين نروح فين؟ عندي على الفرن.
يلا بينا من غير كريمه، اللي عايز يحط كريمه نباتي يحط كريمه نبات شانتيه مفيش مشكله، لكن ديت خلاص اهيت نقوم واخدينها حاطينها عندنا في الفرن لحد ما تكمل عندنا التسويه بتاعتها. طيب تعالوا نبص هنا على الكيكه، بص ما شاء الله ادي كيكه الشوفان اللي احنا عاملينها على الهواء لسه طريه قدام حضرتك اهي، بدات تطلع من النص اهي، بص ما شاء الله اهي لسه، بعرفها انا اول لما جسامي انها بتلاقيها طريه بعرف اللي هي لسه من غير ما بتجيب سكينه بقى وخله ولا اي حاجه من ديت، انت بتبقي عارفه الحاجه بتاعتك هتبقى ماشيه ازاي. دي كانت حلقتنا النهارده، هنطلع لكم الحاجه دلوقتي وهنزل لكم المقادير بتاعتها وهنزل لكم فوائد الخرشوف تاني اللي احنا عاملينها، واحنا بنختم ان شاء الله مع بعض الحلقه، وهنطلع لكم الملفي برضو واحنا اخر حاجه في الحلقه خالص. اشكركم، اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. بكره عندنا الملوخيه بالايه بقى؟ بالجمبري، كلام مختلف وكلام جديد. شوفوا ان شاء الله بكره باذن الله ميعادنا بكره ببرنامج المطعم من 11:30. اشوفكم في رعايه الله والسلام عليكم.